أن ما وقع من نقلات في الفترة الأخيرة هي الدليل أن ما طرحناه منذ 5 أشهر وما قلناه منذ مدة وما عبرنا عنه هذا تم تأكيده عن طريق إيقاف جملة من المسؤولين، لأنه نحن عينا بأنفسنا التقصير، عدم تحمل المسؤولية، عدم فعل أي شيء من قبل مسؤولي الدولة على المستوى المحلي والجهوي. مطلبنا أنها محاسبة كل من تورط في ارتكاب هذه الجريمة وكشف الحقيقة. نحن غير معنيين بهذه الاتهامات في جلفيس، ليس عن المدينة قدمت درس في التضامن الشعبي والاجتماعي في دعم يعني أبنائها، لأنه لما طلبنا مسؤولي الدولة على المستوى المحلي والجهوي والعلاقة مع المستوى الأمني بتدخل البحث عن المفقودين، يوم 24 سبتمبر الناس مشوا لميناء البحر طلبوا الخفرة من قوات البحث، لم يقوموا بالبحث، مما أدى أن أبناء جريس قاموا بالتضامن على مستوى أبناء الداخل والخارج وتضامن مع بعضهم من أجل تغطية مصاريف المحروقات وغيرها، وهذا كله موثق عبر جمعية البحار بطريقة قانونية، ونحن غير معنيين بيته لحد الآن لم يتم معاهدة. نحن طلبنا أن يتم تقديم القارب ومعاينة عن طريق خبير حتى تكون الحقائق كاملة وواضحة للجميع. رسالتنا أنه نقول لو أن الحقيقة موجودة في جرجيس، أن الحقيقة موجودة في الاعتصام المستمر أمام المعتمدية، نحن من كنا موجودين منذ تاريخ 21 سبتمبر، من نريد أن يستمع الحقائق فليأتي إلينا ويستمع منا.